أقيم في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار معرض باليه تشومرية للفنون التشكيلية والمصنوعات اليدوية بنسخته الثانية برعاية مركز الرواق ومؤسسة شومر للثقافة والفنون. 14 دولة عربية وأجنبية إلى جانب العراق شاركت في معرض باليه تشومرية بحضور أكثر من 140 فناناً وحرفياً تتويجاً لجهود مؤسسة شومر والعاملين على المعرض في نقله من المحلية إلى العالمية. فرصة كانت سانحة لتلاقح الأفكار والشبابية الخاصة بالفنون التشكيلية، سواء كانت استخدام الزيتي أو غيره أو المائي من الصور، وحتى أيضا الحفر في النار. دول كثيرة اشتركت في هذا المعرض، ومنها الدول الأجنبية، الأرجنتين، فنزويلا أيضا. في معرض باليه تشومرية يمتزج الماضي بالحداثة، ويلتقي فنانون من أجيال مختلفة لتبادل الإبداع ولعرض أعمالهم الفنية. هذا المهرجان الذي يتكرر السنة الثانية يوصل رسائل بأن أبناء مدينة الناصرية دائما يؤكدون ويأسسون للثقافة والفن والإبداع والجمال، ويراهنون على هذه الأفعال الثقافية والفنية في عملية إيصال صورة حقيقية عن تاريخ هذه المدينة، عن إبداع هذه المدينة، عن رموز هذه المدينة. نشكر جميع الجهود التي تقام في مدينة الناصرية ويدعم طاقاتنا الشبابية، هؤلاء الذين يمثلون حاضر ومستقبل الوطن. ويمثل معرض باليه تشومرية فرصة للشباب والشابات لعرض ما أنتجت أيديهم من مقتنيات. بديت هالمشروع من 2018 كهواية بسيطة، يعني تجربة بسيطة كانت. بعدين من حبيتها وصار عندي شغف بيها حولتها المشروع الصغير، وصرت أشارك ببازارات ومعارض وأبيع الشغلات اللي أسويهن. هذا التجمع السنوي مثل فرصة للحاضرين لدعوة الجهات المعنية في ذي قار وباقي مدن العراق إلى رعاية الفن والاهتمام بصناعه ومبدعيه. نتمنى أن يكون هناك نوع من التعاون للجهات الرسمية مع هذه النشاطات من خلال إقامة مسارح ومعارض تشكيلية، أبنية جاهزة لإقامة المعارض التشكيلية بدل هذا الحيز الضيق بجهود شخصية وبتبرعات من المشاركين. ومثل غيرها من مدن العراق، تضع مدينة الناصرية بصمتها مرة أخرى في مجال الفن والإبداع لهذا العام.